هذا البخاخ بدي يشخطه لسه. إذا كان عندي هي مجموعة A وهي مجموعة B، تمام؟ هي مجموعة A وهي مجموعة B. هون عندي هي المنطقة هي بسميها A تقاطع B. هي كلها بسميها A اجتماع B. أما العناصر اللي هون شايفينهم ما له علاقة، بسميهم جميع العناصر الموجودة في A وغير موجودة في B، فبقول عنا A ما عدا البي. هي المنطقة، شايفين هي المنطقة شو بقول عنا؟ بي ما عدا الاي. استاذ مرة كتبت هيك ومرة كتبت هيك، ما عدا، شايفين مرة كتبتها هيك ومرة كتبت تمام. اذا بنقدر نكتبها هيك وهيك. اذا لما انا اقول اي ما عدا البي، او فيني اكتبها هيك اي ناقص بي، يعني جميع العناصر الموجودة في A وغير موجودة في B. جميع العناصر الموجودة في A وغير موجودة في B. أو اسمع لك اسمع، أو A ناقص ايه تقاطع بي. يا لطيف، قديش خطير هاي. اذا ايه ما عدا بي هي جميع العناصر الموجودة في ايه ما عدا التقاطع. لاحظ، ايه ما عدا بي هي جميع العناصر ما عدا هدول، يعني ما عدا شو؟ ما عدا التقاطع. كتير هذا 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 خطير هذا الحكي. إذا A ما عدا B هو جميع العناصر الموجودة في A ما عدا العناصر الموجودة في التقاطع. يعني مثلا خلينا نشوف مثال. إذا كان عندي مجموعة A تساوي X، حيث X بينتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية N، و X محصورة بين الناقص واحد والستة. B هي واي، حيث واي بينتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية n، واي أكبر من الصفر وأصغر من ثلاثة. بده يعني أوجد a ما عدا ال b يساوي قديش. إذا شو بده يعني أوجد a ما عدا ال b يساوي قديش؟ أستاذ شرقت الماء. إذا لاحظ المجموعة a، قلنا نحن x بينتمي ل n، شو في عناصر بين ناقص واحد وال صفر، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طيب شو هي ال b؟ ال b هي أعداد طبيعية المحصورة بين صفر والثلاثة، اللي هن واحد واثنين فقط. معناتها a ما عدا ال b هي جميع العناصر الموجودة في A وغير موجودة في B، معناتها صفر ثلاثة أربعة خمسة. شي بيقشعر البدن. أستاذ أعطينا مثال بيقشعر البدن عن جد. شوفوا هالمثال، شوف انت طلبت مثال يقشعر البدن، اتحمل معناته. A يساوي X حيث استاذ شباك X ينتمي الى Z، والقيمة المطلقة ل X اصغر او تساوي لثلاثة. استاذ قيمة مطلقة B فظاعة، انتوا الطلاب شلون بتبكوا دغري؟ مو طبيعي مو طبيعي. قال شو؟ قال على سيارات الإسعاف رايحة جاية، طالبة داخل بفحص اليوز. ايش بكون؟ شدوا لي حيلكم، بنوب نعانيع،
كلاتنا قدمنا امتحانات وفتنا جامعات وتخرجنا من الجامعات، ولا بحياتي والله ما اجت سيارة اسعاف الحمد لله لهلا بفضل الله. لما بتجي شوي تاني سيارة اسعاف العادة يطرني يعني، بس والله انه دخت من الرعبة. روحت الامتحان وصارت مضحكة بين رفقاتها ومد ايش اكس قيمة مطلقة لإكس أصغر أو يساوي لثلاثة. شو يعني؟ يعني الإكس أكبر أو يساوي ناقص ثلاثة وأصغر أو يساوي لثلاثة، مظبوط؟ هاي الخاصية أخدينا بالقيمة المطلقة. معناتها شو هي مجموعة التعريف؟ مجموعة شو هي مجموعة A؟ هي ناقص ثلاثة. لمين بينتمي؟ لزد، لأنه لإن ما فيني أكتب ناقص ثلاثة. ناقص ثلاثة ناقص اثنين ناقص واحد صفر واحد اثنين ثلاثة، هي عناصر مجموعة ايه. هلا عم يقول لي الواي أكبر من ناقص اثنين. هلا القيمة المطلقة لواي، على جنب على جنب، قيمة مطلقة لواي أكبر من ناقص اثنين، هذا الشيء دائما محقق. هذا الشيء دائما شو؟ دائما محقق. دائما القيمة المطلقة أكبر من ناقص 2، معناتها بي هي نفسها شو؟ هي نفسها مجموعة زد، كل الزد، لأنه دائما القيمة المطلقة أكبر من ناقص 2. أخذناها بالقيمة المطلقة هذا الحكي، معناتها أنا بدي عناصر A الغير موجودة في B، والبي هي زد، يعني كل العناصر هدول اللي مو موجودين كلهم موجودين بزيت. معناتها ما خلاص ما في كل العناصر موجودين في بي، ما في عناصر، ما في. كلمة ما في يعني شو؟ يعني فاي. في عنا شغلة اسمها فتحة. شو هي فتحة؟ فتحة يعني عكس. بالرياضيات الفتحة دائما هي عكس، فتقول A فتحة هي جميع العناصر الموجودة في E. مين هي E؟ المجموعة الكلية، وغير موجودة في A. إذن هي جميع العناصر موجودة في E أو U، قلنا نحن المجموعة الكلية بيقول عنا E أو U حسب الكتاب، متروبول بيقول عنا E وبوزة بيقول عنا U، وغير موجودة في A. مثلا إذا كان عندي أنا مجموعة U، قلنا نحن U هو المجموعة الكلية ببوزة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هيك عم يقلي، و A هي واحد اثنين، معناتها يا حزرك يا فزرك A فتحة شو بتكون؟ جميع العناصر موجودة في المجموعة الكلية وغير موجودة في A. شو هنين؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة. تمام؟ هي بقول عنا A فتحة. لاحظ انه اذا حبوا بعضهم الـ A والـ A فتحة، حبوا بعضهم، شو حيطلع معنا؟ حيطلع معنا U. اذا هي قاعدة، وقت بتجتمع المجموعة مع المجموعة اللي ما بتطيقة بيقوم بيطلع معي المجموعة الكلية. يعني لما اذا اجتمعوا المؤيدين والمعارضين لاي نظام بالدنيا، يعني ما عم نحكي على سوريا بالذات، بيطلع معنا الشعب كله. هلا بيقولوا لي في طرف ثالث، لا حبيبي، هدول الطرف الثالث هنين متمسكين بالايمان بالقلب. تمام؟ اكيد هو يا مؤيد يا معارض، ما في حدا، انا لا مؤيد ولا معارض، لا ما في شيء، هو يا مؤيد يا معارض، انت يا بتشجع ريال مدريد يا بتكره ريال. استاذ انا ما بتابع الطابة. لك سكوت، انت ما بتتابع الطابة، بس في شي جواتك بتابع الطابة، بتسكت؟ اذا نحن استنتجنا انه الفتحة هي النفي. قال
عكس الفاي هو شو؟ هو المجموعة الكلية. طيب عكس المجموعة الكلية هو فاي. طيب إذا كان عندي عكس عكس بيروح العكس مع العكس وبيعطيني ايه، هي خواص هي. وقلنا نحن انه ايه اجتماع ايه فتحة بيعطينا المجموعة الكلية، بس ايه تقاطع ايه فتحة بيعطيني فاي. شبكون شاركوا شاركوا اعزائي الطلاب، لا تسموا لي بدني، ليش ما عم تشاركوا؟ اكتبوا هيك غلو. طيب استاذي الكريم بلش اعطينا امثله مثل عالم الناس، حيخلص البحث ولا لا؟ بعطيك والله هي الامثله، بس كانه طول البحث، انا توقعته يخلص اسرع من هيك، قلتيت كثير انت. طيب شوف مثال، اذا كان عندي A محتوى في يو، شو هي يو؟ قلنا المجموعه الكليه، وطبعا B اكيد يعني محتوى يعني في يو، بس يعني هو فزلكه قايل لك انه اليو هي معناتها مجموعة كلية، نحن بنعرف اوريدي انه هي مجموعة كلية. عم يقول لك انه عدد عناصر المجموعة الكلية 14، وعدد عناصر المجموعة A 8، وعدد عناصر المجموعة A تقاطع B هو 2، وعدد عناصر A اجتماع B اعطاك كل شيء هو 12. أوجد عدد عناصر ب فتحة. نايمين حسن؟ بدك شخط يا ابني، لو ما انك من اخوتنا العراقية بدك شخط. استاذ طلع لنا قلم اسود وحللنا السؤال وركز. انا عندي مجموعة اي، دائما المجموعة اي بنرسمها بشكل هيك متوازي مستطيلة بشكل عام، يعني هلا مو تلاقي لي مرجع راسمها بيضوي، بشكل عام هيك بنرسمها هيك، بنحط هون هالشكل هاد انه هي مجموعة كلية، تمام؟ في بقلبها مجموعة اسمها اي ومجموعة اسمها بي، تمام. عم يقول لي هو انه عدد عناصر التقاطع 2. تعال طلع غير لون استاذ، ها هي نهدي بنفتحي. اذا عدد عناصر التقاطع 2، هل عم يقول لك عدد عناصر A 8، معناتها هون قديش؟ 6. ليش؟ لانه كل A 8، هون 2 معناتها هون 6. طيب عم يقول لي عدد عناصر A اجتماع B بيعطيني 12، هلا هون 6 و 2 8 معناتها هي قديش؟ 4. مشان يصير الاجتماع الكلي قديه؟ 12. الاجتماع الكلي كل العناصر، تمام؟ هلا هون عندي 4 و2 و6 12، بس عم يقول لي اليو 14، معناتها قد ايه صفيان برا؟ 2، مشان يصير المجموع الكلي 14 عنصر، 14 عنصر. معناتها يا حزرك يا فزرك، قد ايش عدد عناصر بي فتحة؟ بي فتحة هو جميع العناصر الغير موجودة في بي. 2 زائد 6 زائد لا هي الاثنين موجودة في بي، قصدي انا هي الاثنين، 2 زائد 6 يعني الجواب 8. اذا عدد عناصر بي فتحة هو عدد العناصر يو ناقص عدد عناصر بي فتحة بي، او جميع العناصر الغير موجودة في اي وبي، تمام. خلونا نشوف مثال تاني. ابني هدول الأسئلة، هدول الأسئلة يعني 90% منهم بينحل بالرسم. إذا فهمت الرسم منيح هيك، يعني حطيت هون 4 وهون 2 وهون كذا،
إذا فهمته كل تمارين المجموعات حينحلوا معه، ما في شيء بيوقف بوشك بإذن الله تعالى. تمام؟ ليش الطلاب بيضوجوا؟ لأنه ما بيفهموا الرسم. خلينا نشوف مثال تاني على الرسم، على الفكرة هاي. إذا كان عندي طبعا مثل ما قلنا يو هو المجموعة الكلية بالأخير، عدد عناصر بي فتحة يساوي 6، عدد عناصر A فتحة تقاطع B فتحة يساوي 2، معناتها عدد عناصر A ما عدا B يساوي قديش؟ طيب تعالوا نرسم. تمام؟ هاي المجموعة الكلية، هاي شو المجموعة الكلية؟ هاي المجموعة A وهي المجموعة B. تمام. عم يقول لي عدد عناصر B فتحة، يعني شو؟ يعني كل شيء برات ال B 6 مع ال A، 6 مع ال A. فتحة تقاطع بفتحة، يعني كل شيء كل العناصر الغير موجودة في A وغير موجودة في B. هلأ هاي الستة تعوا ارسم لكم اياها بالالوان، هاي برتقالي. الستة هي كل العناصر الغير موجودة في وين؟ في B. كل العناصر الغير موجودة في B بالبردقاني هي 6. أما الـ A فتحة تقاطع بفتحة هي كل العناصر الغير موجودة في A وغير موجودة في B أيضا، 2. معناتها هي الشقفة شايفين هو بده A ما عدا B قديش؟ 6 ناقص 2، الجواب 4. بدها مخمخة، ها؟ بدها مخمخة، بدها شو؟ مخمخة. شوف مثال تاني. إذا كان عندي عدد عناصر A تقاطع بفتحة يساوي 3، وعدد عناصر B تقاطع A فتحة يساوي 4، وعدد عناصر A تقاطع B يساوي 2، وعدد عناصر A اجتماع B على القوس فتحة يساوي 3، بده عدد عناصر المجموعة الكلية يساوي قديش؟ طلع الإعلام الأسود وبرسم المجموعة الكلية E. هاي هي المجموعة الكلية E، هاي المجموعة A وهي المجموعة B. شوف شو عم يقلي. شوف حبيبي، حبيبي على جنب، كتير 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 مهمة القصة اللي هحكي لك اياها هلا. انا كتير 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 important، كتير مهمة كتير مهمة كتير مهمة. مرة تانية، A تقاطع B فتحة هو نفسه A ما عدا B، B تقاطع A فتحة هو نفسه B ما عدا A. شو الفرق بين هاي وهاي؟ نفسها، ما عدا هاي نفسها، بس مرة بيكتبوها هيك مرة بيكتبوها هيك حسبها. تمام؟ فشوف قايل لك هو A تقاطع بفتحة 3، يعني هاي المنطقة A تقاطع B 2، يعني هاي المنطقة B تقاطع A فتحة، يعني B هون، يعني 4،
هاي المنطقة. إذ اجتماع بي يعني هاي بس فتحة يعني براتها، برات ال A وال B سويتها هون حوالين ال A وال B قديش؟ 3. معناتها قديش عدد عناصر مجموعة E؟ عدد عناصر مجموعة E أو U نفس الشيء هو 3 زائد 2 زائد 4 زائد 3، بيعطينا 6 10 12. هاي كتير مرة تانية مهمة، أغلب الطلاب بتنساها، بتشوف هالمنظر هاد بترتعب. أي تقاطع ب فتحة هو نفسه أي مع عدد ب. مثال تاني، طلع القلم الأحمر، عدد عناصر المجموعة أي زائد عدد عناصر المجموعة ب يساوي 12، عدد عناصر مجموعة A فتحة زائد عدد عناصر مجموعة B فتحة يساوي 16. معناتها عدد عناصر مجموعة U، شو هي ال U؟ هي المجموعة الكلية، يساوي قديش؟ كتير شغلة مهمة اللي حكتبها هلا، انه عدد عناصر اي مجموعة زائد عدد عناصر المجموعة المعاكسة يساوي عدد عناصر المجموعة الكلية. كتير مهمة، جايب أسئلة الدورات هي كذا مرة. شو بعمل هلأ هون؟ طلع القلم الأسود وبجمع المعادلتين. هلأ NA زائد NA فتحة بيعطيني NU، و MB زائد MB فتحة كمان بيعطيني NU، يساوي 12 زائد 16 يعني 28. معناتها 2 NU يساوي 28، معناتها ال NU يساوي 14. شوف مثال تاني، أنا عم حل كل الأمثلة متقسط لأنه مهمة، كل هالأمثلة هي مهمة. زائد بهذا العمود أنا حليت كل الأمثلة، طبعا أنا ببطش الأمثلة كتير المكررة وخلاص وضحت، بس هاي الأمثلة ضمن هذا العمود كلها مهمة، كل تمرين فيه فكرة شكل. نشوف المثال اللي بعده، NA تقاطع ب فتحة يساوي 4، ان بي يساوي 8، ان اي فتحة تقاطع ب فتحة يساوي 4، اوجد ان يو يساوي قديش؟ طلع القلم الاسود مشان نرسم هاي المجموعة يو او المجموعة الكلية اي، ممكن نيو ممكن اي مثل ما حكينا. عندنا هاي المجموعة A وهي المجموعة B، تمام؟ A تقاطع ب فتحة يعني A مع عدد ال B، يعني هون ان ال B كلها 8، A فتحة تقاطع ب فتحة يعني كل شي برات ال A وبرات ال B يعني 4. معناتها ان اليو قديش؟ شايفين شملت اليو كلها 8 زائد 4 زائد 4، فالجواب 16. خواص حيجي منا أسئلة 100% بالامتحان إن شاء الله.
شو هن الخاصية الأولى؟ إذا كان عندي A اجتماع B تقاطع C، قال بوزع الاجتماع على التقاطع. A اجتماع B تقاطع A اجتماع C، يعني مرة باخد الـ A مع الـ B ومرة باخدها مع الـ C. يعني تسع طلاب بس عم يحضر، الله يفرج. A تقاطع B اجتماع C، عارفين يوزع التقاطع على الاجتماع، يعني مرة باخد تقاطع مع الـ B ومرة باخده مع الـ C، فبقول A تقاطع B اجتماع A تقاطع C. زينان دي مورغان، A تقاطع B على القوس فتحة، الفتحة بتفوت على الكل، يعني بصير معي A فتحة عكس التقاطع شو؟ اجتماع B فتحة. هذا قانون دي مورغان الأول. قانون دي مورغان الثاني، A اجتماع B على القوس فتحة هو A فتحة تقاطع B فتحة. ومثل ما قلنا الخاصية المهمة جدا انه A مع عدا B او A مع عدا B هي نفسها A تقاطع B فتحة.